مجال صناعة ألعاب الفيديو يعتبر من أكثر المجالات اللي في تطور سريع وملحوظ. يعني لو بتشوف لعبة نزلت من 20 سنة وبتشوف لعبة اليوم فراح تلاقي فرق جداً كبير بينهم، على عكس الأفلام مثلاً. لو شفت فيلم نزل من 20 سنة وفيلم نزل اليوم ما راح تلاقي هالفرق الكبير نفس الألعاب. وهذا التطور رهيب مو بس بالألعاب نفسها والرسومات، لا بل كمان أجهزة الألعاب والمنتجات المتعلقة بألعاب الفيديو. كل فترة بيطلع منتج أو اختراع جديد بيغير طريقة اللعب بشكل جدا كبير، نفس نظارات الواقع الافتراضي مثلا اللي نزلت من كم سنة. فبهالفيديو جايب لكم أغرب 5 منتجات أو اختراعات في مجال ألعاب الفيديو ما راح تصدق إنها موجودة. راح نبدأ بالمرتبة 5 بشيء خفيف، وراح نوصل للمرتبة الأولى لشيء راح يصدمكم من جد. فيلا خلنا نبدأ. قبل أن نبدأ حاب أعلن عن الفائز بآخر giveaway على كارت شاشة كان على آخر فيديوهين توب 10، والفائز معنا هو عبد الرحمن أسامة، إن شاء الله ألف مبروك. والgiveaway الشهري الجديد هو على أفضل مايكروفون وأفضل ويب كام موجودين حاليا بالسوق لليوتيوب، واللي هما مايكروفون بلو يتي اكس. هالمايكروفون صوته جدا واضح ونقي وفيه 4 مودات مختلفة للصوت، والكاميرا هي لوجيتك ستريم كام، وهالكاميرا بتدعم فول اتش دي 60 فريم. فإذا حاب تدخل بفرصة الفوز عليهم كل عليك تسويه ادعم فيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك أي تعليق مع وسيلة التواصل فيه معاه. وهذا الفيديو برعاية لعبة أرينا أوف فالوري، واللي تعتبر من أقوى ألعاب الموبا اللي موجودة على الموبايلات حاليا. فكرة اللعبة بكل بساطة هي فريقين بتنافسوا ضد بعض، والفريق اللي بيدمر برج الفريق الثاني أول راح يفوز بالجيم. ومن أحد الأشياء اللي يميز هاللعبة عن غيرها هي سرعة الجيم بلاي. الجيم بلاي دائما سريع وحماسي على عكس باقي الألعاب. واللعبة فيها 109 هيرو أو 109 شخصيات، ومنهم أبطال عالم دي سي، ففيها باتمان، سوبرمان، ذا فلاش، جوكر وغيرهم كتير. واللعبة فيها أكثر من جيم مود، فيها 1v1 إذا بدك تلعب ضد صاحبك فقط، فيها 3v3 و5v5. والشركة المطورة للعبة اللي هي تنسنت عملوا سيرفرات عربية للعبة من أول يوم نزولها، فراح تلعب اللعبة بدون أي لاج، واللعبة مترجمة للعربي بالكامل. روابط تحميل اللعبة للآي أو إس والأندرويد موجودين بالوصف. ويلا خلنا نبدأ بالفيديو. في المرتبة 5 عنا عدة طرق للتحكم بألعاب الفيديو، يعني مثلا عنا كنترولر أو يد تحكم للبلاي ستيشن أو الإكس بوكس، في ماوس وكيبورد للبي سي، في شاشة الموبايل نفسها تعتبر جهاز تحكم ألعاب، وفي غيرهم أجهزة كتير. بس هل بعمرك خيلت أنك تتحكم بألعاب الفيديو باستعمال قدمك أو رجلك وانت في كرامة؟ هذا اللي سوته شركة بيكون، عملت جهاز تحكم بالألعاب تقدر تستعمله عن طريق رجلك. فكرة الجهاز بكل بساطة هو قطعة بلوتوث بتحطها حوالين رجلك، بعدين تحمل برنامج خاص بالقطعة على الموبايل أو البي سي، وعن طريق البرنامج فينك تبرمج القطعة على حركات رجلك على راحتك ولأي لعبة. يعني مثلا تقدر تخليه إنه لما ترفع رجلك يسوي ريلود للسلاح، أو لما تحرك رجلك على اليمين أو على اليسار شخصيتك باللعبة يروح على اليمين أو على اليسار. يعني كل حركة برجلك سواء تدعس يمين يسار ورا، كل واحدة فينك تبرمجها على حركة جوا اللعبة. يعني شايفين كيف في أجهزة تحكم للبلاي ستيشن يكون فيها أزرار من تحت، أو مثلا تركب يد تحكم على الموبايل وتستعملها عشان تلعب الألعاب. هالأشياء بتعطيك أفضلية باللعبة، فقطعة بيكون نفس الشيء، تعطيك أفضلية وأزرار زيادة باللعب بس عن طريق حركات الرجل فقط. في المرتبة 4 مطورين ألعاب الفيديو بيحاولوا قدر المستطاع يخلوك تعيش أجواء ألعابهم. يعني مثلا إذا عم تلعب لعبة تختيم ورحت على مكان فيه ثلج، راح تلاقي الأصوات صارت كلها أصوات رياح قوية، رياح ثلجية، أو لو عم تلعب بمكان فيه صحراء راح تلاقي شخصيتك معرق طول الوقت وحاسس بالحرارة. بس اجت شركة اسمها فورتكس وقالت ليش بس شخصيتك في اللعبة يحس هالشعور؟ ليش مو انت كلاعب تحس هالشعور كمان؟ فاخترعت جهاز بتوصله مع أجهزة الألعاب، وهالجهاز شغله يحاكي لك الأجواء اللي موجودة في اللعبة. يعني لو عم تلعب بمكان بارد فالجهاز راح يطلع عليك هواء بارد، لو عم تلعب بمهمة واضح انه فيها رياح كثير فالجهاز
رح يطلع عليك انت هوا جدا قوي. لو عم تلعب بصحراء او مكان فيه نيران او حمم بركانية مثلا فرح تحس بهوا ساخن جدا عم يجي عليك. Okay, so I'm getting air blown at me. Whoa. I'm getting some warm air blown at me. Yeah, lots of warmness. I'm standing next to fire. Standing in the fire. Don't kill yourself. Getting a little hotter. فجهاز فورتك بيخليك تعيش أجواء اللعبة اللي عم تلعبها كأنها حقيقية. في المرتبة الثالثة، نظارات الواقع الافتراضي أو الـ VR أصبحت شيء منتشر بشكل جداً كبير حالياً. يعني أنا في القناة سويت عدة فيديوهات عن الـ VR، وحتى مؤسس الفيسبوك أنشأ شركة الميتافيرس اللي هي عالم بالكامل جوا الواقع الافتراضي، وأغلب التوقعات بتدل أنه خلال 10 إلى 20 سنة كلنا رح نستعمل VR ونعيش جوا الواقع الافتراضي. بس مشكلة الواقع الافتراضي انه لما تلعب لعبة فيه بصرك ووعيك وعقلك بالكامل بيكون جوا عالم اللعبة، وبتحس حالك حرفيا جوا اللعبة، بس جسمك لا، جسمك ما بيحس بأي شيء. عشان كذا معظم الناس اللي بيلعبوا VR لأول مرة بيصير معهم شيء اسمه motion sickness أو دوخة، لأنه جسمهم ما عم بمر بنفس المراحل يلي عم بمر فيها بصرك وعقلك. وأنا منهم، كل ما ألعب VR لازم تجيني دوخة بعدها. بس اجت شركة وانشأت بدلة تلبسها اسمها تسلا سوت، وراح تحل هالمشكلة. هاي البدلة بتربطها مع البي سي مع اللعبة اللي عم تلعبها، والبدلة بتخليك تحس اي شيء شخصيتك عم يحسه باللعبة بالتفصيل. اذا تعرضت لاطلاق النار باللعبة فالبدلة بتخليك تحس بألم بنفس المكان يلي شخصيتك تعرض فيه لاطلاق النار. اذا كان شخصيتك في مكان بارد فالبدلة بالكامل رح تحسسك بالبرودة، ونفس الشيء اذا كان الجو حار. يعني نفس الاختراع اللي بالمرتبة الرابعة بس هنا على جسمك بالكامل. يعني لو باللعبة في هوا مثلا رح تحس انه في هوا على ايدك، مع انه ما في اي شيء، البدلة فقط عم تخليك تحس هالشعور. arm out and it feels like it's getting the sensation from the fan. Yeah, so it's not super strong. Oh, ow, the closer I get. It's actually pretty strong. هذا غير انه البدله فيها موشن كابتشر، يعني بعض الالعاب البدله بتعمل شخصيه باللعبه نفس جسمك بالضبط، يعني بتعمل مسحه بالكامل لجسمك وبتعمل شخصيه باللعبه بنفس وزنك وطولك وكل شيء. وبدله التسلا سوت موجوده حاليا وفينك تشتريها، وسعرها فقط 20,000 دولار للأسف. طيب قبل أن نتكلم على المرتبة الثانية، شو هو الشيء الوحيد اللي شركات الألعاب إلى الآن مو مركزين عليه مرة؟ يعني شفنا نظارات VR بتخليك تعيش جوا عالم اللعبة، وشفنا البدلة اللي بتخلي جسمك يحس بكل شيء جوا عالم اللعبة، بس في حاسة وحيدة إلى الآن شركات الألعاب ما بيركزوا عليها واللي هي حاسة الشم. بس إجت شركة هابتكسل واخترعت جهاز سميل او فيجن يلي بتخليك تشم اي شيء عم يصير جوا عالم اللعبة. يب، مثل ما سمعتوا، هذا هو جهاز سميل او فيجن قدامكم بسبع علب زيوت صغيرة مركزة، وهل سبع زيوت قادرين انهم ينشئوا اي ريحة موجودة في الطبيعة. كل علبة زيت متصلة على مروحة وعلى سنسور بيتحكم فيها، فبكل بساطة بتوصل الجهاز على البي سي، ولما تلعب اي لعبة الزيوت والسنسرات بيعملوا خليط عشان يخلوك تشم ريحة المكان يلي انت فيه جوا اللعبة. يعني لو عم تلعب بغابة وأشجار فرح تشم ريحة غابة وأشجار نفس الحقيقة، لو عم تلعب بجانب بحيرة فرح تشم نفس ريحة المناطق اللي بتكون قريبة من بحيرة بالطبيعة. This is far more experience changing than I expected. There it is. There you go. And I can definitely smell it. Like immediately I can smell the water smell. It smells like adventure. No, I'm serious. It's like you walk into a new place and it's just like, you know? But I can, it smells like coffee. Yeah. So I talked to... سعر الجهاز 400 دولار وبيشتغل مع الألعاب على البي سي، ولما تخلص عندك أحد أناني الزيت ففينك ترجع تعبيها من الشركة نفسها. في المرتبة الأولى أظن معظمكم بيعرف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك. إيلون ماسك هو حالياً أغنى رجل في العالم وعنده عدة شركات تحت اسمه. أحد أشهر الشركات هي تسلا اللي بتسوي سيارات على الكهرباء، واللي هي حالياً أشهر شركة سيارات كهربائية في العالم.
وعنده شركة الفضاء سبيس اكس يلي عم تصنع صواريخ تروح على الفضاء، واللي حاليا عم بيشتغل على مهمة انه يحط بشر على كوكب المريخ خلال 10 سنوات القادمة. طيب شو دخل ايلون ماسك بعالم الالعاب؟ ايلون ماسك انشأ شركة باسم نيرولينك من كم سنة، والشركة عم تصنع شرائح الكترونية تنزرع بدماغ الانسان. طيب شو الفائدة من الشريحة وكيف بتنزرع أصلا؟ شريحة نيرولينك بتنزرع عن طريق عملية جراحية، إيه بيعملوا لك عملية وبيزرعوا هالشريحة بدماغك، بس على قولهم إنه عملية بسيطة بتصير خلال ساعة وما بتحتاج تخدير وما فيها أي دم. وباستعمال الشريحة فينك توصل عقلك بالكمبيوتر أو الموبايل وتتحكم فيه بدون ما تمسكه بإيدك. وفعلا عملوا تجربة على قرد، عملوا عملية لقرد وزرعوا الشريحة بدماغه، واستعمال الشريحة خلوا قرد يلعب لعبة فيديو ويفوز بكل المهمات اللي فيها، لأنه قدروا يتحكموا بأفعال القرد عن طريق هالشريحة. فلما سألوا إيلون ماسك شو رح يقدر الواحد يعمل بس يزرع هالشريحة بعقله، قال رح تقدر تفتح الكمبيوتر، تفتح الموبايل وتتحكم فيهم عن طريق عقلك فقط. With this implant you can actually think just by thinking you can output words and you can type and you can control a computer, control a phone. وبما ان تقدر تستعمل كمبيوتر او الموبايل باستعمال عقلك فقط، فاكيد رح يتم استعمالها بالجيمينج، ورح نقدر نلعب العاب الفيديو باستعمال عقلنا فقط بالمستقبل. وكل التوقعات والتنبؤات بتدل على هذا الكلام، حتى إيلون ماسك نفسه لمح انه رح نلعب العاب بعقلنا بالمستقبل. وهذا الكلام مو بعيد على فكرة، من المتوقع البدء باستعمال الشريحة هالسنة او السنة القادمة. رح يستعملوها بالبداية بشكل طبي لمعالجة بعض الامراض، بعدين رح يستعملوها لباقي الناس. فأي يا شباب هالفيديو لليوم، أتمنى يكون عجبكم. أتمنى بنهاية الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك، وشاركونا بالتعليقات أي جهاز أو منتج من المنتجات اللي شفتوها ودك تجربه أو ودك يكون عندك. أتمنى تشاركنا هالكلام بالتعليقات. وبس، كان معكم بشركيال بشركي كيش، كومديهات تاني إن شاء الله. مع السلامة.